الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حياتنا. حياتنا احنا بنعيشها مرة واحدة بس، ولازم نكون عايشينها واحنا راضيين عنها واثقين في نفسنا. طب ازاي هنكون واثقين في نفسنا لما نكون راضيين عن شغلنا، حياتنا، لبسنا، شكلنا؟ النهاردة هنتكلم عن حاجة واحدة بس من رضانا من نفسنا، هي شكلنا. ازاي نكون راضيين عن شكلنا لما نكون واثقين في ان احنا نازلين من بيتنا راضيين عن لبسنا، جسمنا؟ النهارده هنتكلم عن جسمنا اكتر، ودي مشكله بتقابلنا كلنا، ان احنا عندنا مناطق ممكن تكون تخينه شويه، او ممكن تكون احنا نفسنا مش راضيين عنها، مش من وجهه نظر الناس لكن من وجهه نظر نفسي. وكمان مشكلتنا النهارده مش بتقابل الستات بس، لكن ساعات كتير بتقابل الرجاله، لان احنا هنتكلم عن منطقه البطن. وطبعا احنا عارفين ان الراجل المصري بعد الجواز ممكن بيتخن من بطنه، وكمان الست المصريه بعد الولاده اكتر حاجه ممكن تعمل لها اكتئاب هي بطنها. النهارده هنتكلم اكتر في الموضوع ده مع دكتوره ايمي، اخصائيه التغذيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. احنا بتقابلنا مشكله كتير قوي في حياتنا ان احنا بنتخن من بطننا، يمكن ده سوء تغذيه، وساعات بيكون بسبب الحمل والولاده. لو سوء تغذيه ازاي اتعامل مع الموضوع ده؟ مبدئيا هي بتبقى فعلا اكتريتها بتبقى سوء تغذيه، بتبقى اخطاء مننا في اليوم بتاعنا الطبيعي. بالنسبه للسيدات هي عندها المشكله في الصحيان بدري، زي لو هي ربة منزل مثلا عندها مشكله جدا ان هي تصحى بدري، ما لازم يعني، فاول حاجه لازم تعالجها الصحيان بدري. ما تصحيش بدري هتفضلي طول عمرك لو باكل متاخر او باكل بعد الساعه 12، لا ما ينفعش، اصحي افطري ونامي مفيش مشكله، لكن ما تلغيش وجبة الفطار الصبح بدري، لازم فطار بدري الصبح. وطبعا كلنا بنصحى متأخر أكتريتنا، بالذات الست المصرية لو كمان هي ربة منزل فما بتنزلش أكيد، بتصحى بقى براحتها وكده. بس بالنسبة للرجالة يعني أكترية الشغل، يعني الشغل بتاعهم بيبقوا قاعدين على المكتب فما فيش مجهود، بيربي بقى قاعد بقى ايه بيأنتخ كرش بس فهي مشكلة بتبقى سوء تغذية أكتر من هي مشكلة سمنة. يعني احنا لما نعيش حياتنا طبيعي، نصحى الصبح عادي، نفطر، نتغدى في ميعادنا، العشاء يعني ما نفوتش وجبة، بين الوجبات ناكل. بس احنا بنسمع يا دكتور ان السليم ان انا افوت وجبة العشاء، يعني ممكن يكون اكلي اخره الساعة 5 6 العصر، ده حقيقي ولا لا؟ لا غلط، او المفروض اصلا يعني انت ليكي 3 وجبات اساسية، واتنين اللي هي بين الوجبات، تمام؟ اخر وجبه اللي هي العشاء ممكن بقى نتعشى حاجات خفيفه، لكن ما نلغيهاش، ما فيش حاجه اسمها الغي وجبه، لان جسمك بيبقى محتاجها، جسمك محتاج كل حاجه في ما نلغيهاش، لكن ما اكلش فيها رز ومكرونه وعيش. لا طبعا لا خالص، بناكل فيها بقى فاكهه، سي، زبادي، حاجات خفيفه اللي هي بتبقى مريحه على البطن، وفي نفس الوقت ايه يعني خدناها ما فوتناهاش. بس في ناس ممكن تكون بتشتغل طول اليوم ووجبتها الاساسيه هي وجبه العشاء، يقدروا ياكلوا ايه فيها وفي نفس الوقت ما يتخنوش؟ سي مثلا لو احنا انا طول النهار بره، تمام، هفطر طبعا قبل ما انزل، هاخد معايا في الشنطه بتاعتي اي فاكهه اللي هي مش اللي هي بتزود في الوزن، خليها في شنطتي، ميعاد الغدا جه اكل بقى الاكل بتاعي اللي انا واخداه بس، وتبقى هي كده ما فوتتش الوجبه ميعادها، ومنها برضو الوجبه الاساسيه بتاعتي اجلتها بالليل، تمام. لكن ما تاكلش بالليل الوجبه الاساسيه وتنام، هي كده بتعمل جريمه. لا طبعا. يعني تاكل سي اقل حاجه 4 ساعات بعد كده تنام، غير كده لا، كله بقى لو نمتي قبل 3 4 ساعات كله بتحول دهون للبطن. البطن اكتر حاجه بتتاثر يعني على طول، اي دهون في جسمك البطن بتاخدها، يمكن هي اكتر حاجه بتتخن بسرعه. هي فعلا ايوه، وفي بنات اصلا بتبقى رفيعه جدا وعندها بطن، ده برضو سوء تغذيه عشان اليوم بتاعها مش طبيعي، مش ماشي مظبوط قوي. بس هو لو صلحنا بس يومنا شويتين هيبقى الدنيا كويسه جدا، مفيش اي حاجه. تمام. في ستات كتير بعد الحمل والولاده بتتخن جدا من بطنها واماكن تانية اكيد، لكن يعني ممكن يوصل معاها الموضوع لاكتئاب ما بعد الولاده. احنا عايزين نطمنها اولا ان هي سهل انها تنزل الدهون اللي بتكتسبها في الفتره دي. ده سهل ولا صعب؟ لا سهل. سهل ان هي ما تخشش في مرحله انها توصل لمرحله اكتئاب؟ لا مش للدرجه يعني سهلة. لا في بتكتئب لان هي أيوة بتكون رفيعه جدا وممكن تزيد فوق ال 20 او 25 كيلو. هي بس الموضوع ده بيبقى من اول الحمل، انا سي اول ما بعرف ان انا حامل باكل بقى وبراحتي واعيش بقى الدنيا معايا كويسه جدا، فلا احنا في الحمل ينفع عادي نظبط اكلنا،
يعني ينفع ناكل اكل صحي مفيش مشكله، مش معنى ان انا حامل اكل بقى حله محشي ومش عارفه ايه اعيش بقى، لا خالص واتحرك طبيعي يقولوا لها خالص. انت بتاكلي الاثنين. لا هو للاسف دي غلط خالص، البيبي بياخد الحاجه اللي هو محتاجها بس، الباقي الزياده ده كله دهون عندها، البيبي ما بياخدش من الدهون بتاعتها، بياخد الاكل الصحي منها، لكن الدهون هو بيسيبها لها، فبالطبيعي عماله تزيد تزيد وفاكره اللي هو البيبي بيستفاد، لا خالص يعني بيستفاد بحاجه معينه بقدر معين بحاجات صحيه، الباقي بقى الدهون بتاعتها هي تاخدها. ناخد اول اتصال معانا تمام استاذه مي من اسكندريه. اهلا بيكي يا استاذه مي، اتفضلي. استاذه مي، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي، سامعين حضرتك. انا بشكر حضرتك بجد الجميل ده، وبشكر الدكتوره، بشكر حضرتك. شكرا ليكي. عندك اي سؤال للدكتوره؟ لو سمحتي بس طبعا. انا مريضه السكر والضغط وعندي غده. اتفضلي. الغدة كسلانة. نعم؟ الغدة كسلانة. الغدة كسلانة. فبالنسبة في حاجات مثلا تسرع في الحرق وكده، وباخد أنسولين. تمام. وأنا باخد أنسولين. تمام. تمام، وزنك قد إيه وطولك؟ وزنك وطولك قد إيه؟ وزني يعني أكتر من 130. يعني أنا 130؟ ده تعبني طبعا، طيب. تعبني طبعا، مسبب لي مشاكل، مسبب لي مشاكل. طيب الدكتورة هترد على حضرتك دلوقتي. طولها قد ايه؟ طولك قد ايه؟ طول حضرتك قد ايه؟ حضرتك سامعاني؟ هو الاتصال اتقطع. هي وزنها 130 كيلو، وعندها سكر وضغط، والغده كسلانه مش بتحرق كويس. طيب. دي مشكله كبيره، ان هي لازم تخس عشان السكر والضغط. ايوه فعلا، هو اصلا السكر الانسولين بينفخ الجسم جدا بطريقه تاخد فظيعه. انسولين. فهي يعني مش عارفه طولها قد ايه بالظبط، بس اكيد اكيد يعني مش هيعدي 100. لو حتى 160 170 60 70 اخرها، مشكله. فهي زايده كتير قوي، فهي المفروض تعالج الغده، تروح سي تعمل تحليل بالظبط، تشوف النسبة قد ايه ونتعامل معاها ازاي، وبتاخد علاج ليها، وفي نفس الوقت تاخد بقى كورسات التخسيس اللي هي مع الاثنين مع بعض. في نفس الوقت هتشتغل يعني الغدة ترجع من اول وجديد، وفي نفس الوقت بتعالج الغدة، وفي نفس الوقت الحرق عندها بيشتغل طبيعي، فالاثنين دول مع بعض. وبرده في مشروب حرق كتير، يعني تشرب مشروبات بقى الحرقة دي، تاكل اكل اللي هو بيحرق دهون شويتين ثلاثة. في حاجة معينة يعني حضرتك تنصحيها بيها؟ هو القرفة حلوة قوي 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 للحرق، يعني اول ما تصحى من النوم والقرفه العيدان، مش القرفه اللي هي مطحون، لا العود، تعمله الصبح تشربه على الريق بس من غير ليمون. لو معدتها كويسه تتقبل ليمون سي عادي، تحط ليمون بس وتشرب منه الصبح اول ما تصحى من النوم وقبل ما تنام. تقدر تلعب رياضه ولا الوزن لا ده صعب؟ لا صعب قوي كده، ممكن عظمها مش هيستحمل اللي تلعب ماشي رياضه. دكتور، معانا مداخله تانية. استاذ احمد من القاهره، اهلا بحضرتك. يا فندم، مع حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ احمد. ايوه يا فندم، بقول لحضرتك يا فندم، انا باكل وما بزيدش. تاكل ومش بتزيد؟ ايوه يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. وزنك قد ايه طيب وطولك؟ انا وزني 65. طولك قد ايه؟ طولي 175. 175 يعني مش رفيع قوي. الدكتور هترد على حضرتك حالا. هو محدش عاجبه حلو، بياكل وش بيزيد. ايوه محدش عاجبه، هو بس هو سي، هو حلو مش الاوفر يعني. هو المفروض يبقى 65 يعني كويس. يعني هو عايز يزيد سيكه كده مش كتير قوي. طيب لو مثلا في حد فعلا رفيع قوي، يعني مش زي احمد بس ممكن حاجه و50 كيلو. طيب. ومش فعلا بياكل ومش بيزيد، هو بيبقى عنده بيعمل تحليل اكيد اكيد، بيبقى عنده ديدان مثلا في بطنه، ممكن تكون هي طبيعة جسمه كده بيحرق جامد، في جسم شعلة حرق يعني بسميه شعلة نشاط، مع انه ما بيتحركش كتير، بس هو سبحان الله هو يعني هو كده جسمه طبيعته كده بيحرق كتير، فدي حاجة هو يحمد ربنا عليه، حاجة كويسة قوي، هو بيحرق وشغال طبيعي، فحاجة كويسة. بالنسبة بقى اللي هو يزيد، هو كده كده يعني شوية هو جسمه مش هيزيد، لان هو طبيعي لو مثلا سير التحاليل كلها مظبوطة ومفيش اي حاجة، فيش اي حاجة منع اللي هو يزيد، يبقى هو كده حرق بتاعه كويس قوي شغال.
بس فبالتالي كويس الجسم اللي بيحرق بيمنع امراض كتير. اه طبعا بيمنع كل امر، يعني اصلا السمنه بتسبب امراض كتير جدا. ده يعني لسه قايله هي عندها السكر، واكيد برضو السكر ده جالها اكيد من زياده الوزن. فهو حاجه هو مش اوفر يعني، هو كويس. فالجسم اللي بيحرق الدهون طبعا احسن بكتير. كويس يعني. اه يعني اي اكل اي حاجه يحرقها على طول غير الناس الطبيعي. نرجع بقى يا دكتور لبعد الولاده. طيب. ايه الحاجات اللي اول ما اولد ان انا اعملها، وهل في اختلاف بين الوالده طبيعي والوالده قيصري؟ احنا بنسمع ان الوالده طبيعي سهل انها تربط بطنها وهترجع بسرعه عضلات بطنها. طيب. لكن الوالده قيصريه بيقعدوا يقولوا لها عضلات بطنك مع الحمليه صعب انها ترجع وصعب ان انت تربطي. هل في فرق فعلا ولا الاثنين يقدروا يرجعوا عادي طبيعي زي الاول؟ لا بس هو ما فيش فرق. في سي ممكن تقابلي حد والد يعني والده طبيعي وعندها بطن كبيره، ممكن العكس والده قيصري وما عندهاش بطن، يعني مش بترجع قوي لنوع الجرح او شكل الولاده قد ما بترجع للجسم ذات نفسه. في جسم بيزيد قوي يعني الاوفر في الحمل، فبالتالي بعد ما بيولد يعني بعد ما تبقى في الولاده خلاص خلصت تاكل كتير وعايز اه الموضوع عندها بيفتح اكتر فبالتالي بتزيد اكتر. هو ليكي فرصه قوي اول ما تولدي، اول 40 يوم ليكي فرصه قوي ان انت تخسي فيها. طبعا ما ينفعش تاخد اي حاجه طبعا ممنوع عشان الرضاعة. لسه مفيش اقل من 4 6 شهور، يعني من 4 ل5 شهور كده ماشي ممكن تلجا بقى للحاجات اللي هي اللي احنا مثلا الكورسات والكلام ده، لكن قبل كده لا طبعا غلط عشان البيبي. تمام. وعشانها برضو تعمل ايه طيب؟ اه هي بقى اول 40 يوم ليها فرصه تشرب سي مشروبات بقى اللي هي الحرقه اللي احنا قلنا عليها. تنظم اكلها جدا، مفيش حاجه اسمها الرضاعه بتهبطني، لا مفيش حاجه اسمها كده. هي اللي عايز تاكل، هي عايز تاكل لان هي كانت بتاكل طول الحمل. ايوه فمش عارفه يعني فجاه كده كانت بتاكل عايزاني اقلل، فمش هتعرف الكميه عندها هتبوظ. لكن هي مش بتبقى رضاعه ولا حاجه، لا احنا بس بنحطها في دماغنا الرضاعه عايزاني عايز هفتين عايز اكل حاجه كده، فلا ده غلط. هي المفروض تظبط اكلها اللي هو الطبيعي. انا مش عايزاها تعمل دايت ممل عشان ما تزهقش، تظبط اكلها سي مثلا تقلل النسبه، لو بتاكل رغيفين مثلا تاكل رغيف. تقلل يعني على قد ما تقدر تقلل في الاكل. تقدر تلعب رياضه؟ اه لو هي وزنها مش الاوفر قوي يعني اول 40 يوم ليها فرصه تعمل اي حاجه جسمها يعني هياخدها. اي حاجه تعمليها اول 40 يوم بعد الولاده هتخسي بيها يعني بقدر كويس قوي. فتستغلها وتشرب ميه سخنه اول ما تصحى وعليها معلقه عسل، دي حلوه قوي 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 بعد الولاده لمده 40 يوم هيظبط معاها الدنيا جدا. بالنسبه للبطن يعني انا في بطن في يعني انا عن نفسي عارفه لازم تربطي بطنك بعد الولاده يعني عادي ده صحي. هو كويس على فكره لان هو بيرجع البطن سي مش لشكلها الطبيعي، بس بيخليكي واخده وضع اللي انت شفتوها. فانت ما بتشفطي بطنك طول الوقت، لا عضلات بطنك بترجع تشتغل من اول وجديد. يعني فعلا لو انا طول الوقت بص البطن ده بيخسس جربيها البطن. جربيها حلوه جدا، يعني طول ما انت قاعده خلاص انت واخده الوضع ده، فغصب عنك هو بيقل لوحده. دي نصيحه كويسه للناس اللي قاعده في مكاتب وقاعده طول اليوم بتشتغل. أيوة ان طول ما انت قاعده شفطي بطنك. أيوة او انت طول ما انت قاعد تشفط بطنك. أيوة هي بتبقى قفشه شويه بس يعني مع التكرار عادي هتحس كانها تمام خالص. بس فهي يعني على قد ما تقدر تفضل قاعده شفطه بطنها، سي تربط بطنها عادي سواء قيصري او طبيعي، مفيش حاجه اسمها جرح مش هعرف اربط بطني منه، لا هو هيوجعها شويه. هو لسه بقول هيبقى مؤلم شويتين ثلاثة كمان، بس معلش هتستحمله عشان خاطر شكلها الطبيعي، يعني عشان خاطر شكلها كده. هي بعد كده هتزهق من شكلها البطن. وفي ناس للاسف بعد الولاده بتسيب نفسها جدا وبتتخن جدا. أيوة وبتبقى صعبه ترجع للوزن اللي فات، وفعلا بتدخل في مرحله اكتئاب. أيوة. لان زي ما انا لسه كنت بقول في اول الحلقه، رضانا عن شكلنا هو سبب ثقه في النفس. أيوة. يعني انا طول ما انا راضيه عن نفسي او عن شكلي مبسوطة. انا عندي ثقه في نفسي. أيوة. فليه ما وصلش للمرحله ان انا اتعب شويه؟ كل حاجه بتحتاج مجهود، يعني مفيش حاجه سهله. ايه هو انا بس معلش عايزه اتكلم في حته الاكتئاب دي، هو بس بيبقى عامل يعني هي بتوصل للحته دي، بس كنت حابه كويس انت اتكلمت فيها، يعني كنت حابه اتكلم فيها. بيبقى عامل يعني اللي معاها في البيت بيأثر عليها اكتر. صح. من نفسها. انا موافقاكي جدا، عايزه اقول لك دي حواليها. سيبك من اللي حواليها، بس اللي بركز قوي معاها مثلا جوزها. انت شكلك ليه كده؟ لا بطنك فظيعه.
لا لا على طول لقيتيه ازاي زمان؟ اه فانت ايه ده؟ طب انت وانا مش بلفتك وانا ماشيه؟ لا خالص. انت خلاص هو شايفه حاجه كده مش هي بتاعت زمان. عامه الكلام السلبي دايما بيحبط جدا. لسه بقول هو انت كده مش بتحفزها. لا بالعكس، في حاجه اسمها النصيحه يعني، مثلا ممكن اشترك لها في جيم واجي اقول لها انا اشتركت ممكن عايز اقول لها ايه رايك لما نيجي نعمل دايت سوا عادي. ما يحسسهاش. مش ايه ده انت بتاكلي الاكل ده، هو خلاص قومي ما تاكليش معايا. معظم السيدات سي بيعملوا دايت، فهي بتستنى الوجبه بتاعته الاساسيه بالليل مثلا، فهي هتحط الاكل بتاعها. ايه ده انت بتاكل اكل عيانين، طب قومي ما تاكليش، خلاص انا مش هاكل. لا طب هو انت كده مش هي نفسيه الست الحامل وبعد الولاده مهمه جدا من بس، فانت المفروض انت تبقى تبقى يعني سند ليها، اللي هو انت تديها الباور اللي هي تكمل عشان تبقى احسن وترجع زي الاول. انت مش واخدها بالشكل برغم ان هو بيتخن. ايوه بس يعني انت بتدي نفسك كل الحقوق وهي لا. طب ليه؟ طب هي تخنت عشان تبقى ام، عشان يعني تجيب لك بيبي وتبقى الدنيا كويس بس. فانت دايما خليك عامل ايجابي ليها، يعني هي بتاخد. بصي لو كل الناس قالوا لها يعني شجعوها ليه تعمل كل ده، مش هتعمل قد ما يعني هتفرق قوي مع شريك حياتها. ولو كله قال لها انت مش حلوه وهو قال لها لا انا قبل كده انت جميله، فرحانه جدا خلاص، هي هتطور من نفسها وهي هتعدل من نفسها. هي طبعا ده عامل اساسي. وبرده ارجع اقول لا انا هتغير عشان نفسي، يعني انا حابه نفسي فهتغير عشان نفسي، لكن انا هستنى حد يقول لي اتغيري؟ طبعا انا مش هتغير، مش هيجي لي يقول لي اتغيري، هفضل بقى ازيد هكتئب زي ما انت بتقولي بقى. هيبقى الموضوع معايا مش سمنه بس، هيبقى موضوع مشاكل كتير. فانت دايما ما تستنيش باور من حد، خليكي انت باور نفسك. انت وقفي قدام المرايه، لا في حاجات مضايقاني خلاص، يعني انا هاخد هدف وهكمل. لا المشكلة كمان هتأثر عليا في حياتي كلها، يعني حياتي عمليا وبيت. يعني أنا دلوقتي لو مش راضية عن شكل جسمي، هاجي نازلة رايحة شغلي مش عارفة ألبس إيه، رايحة مهزوزة. هو يعني أنت بتأيدي في اللبس الواسع الأسود مثلا، سي العبايات الواسعة قوي وأنت مش حباكي كده، فجأة لقيت نفسي مش أنا. فجأة أنا واقفة في المدرية، أنا مش أنا، مين دي؟ لا مش حباني خالص. طب أنا، طب حبي نفسك، حبي نفسك بتاع زمان، أنت ما اتغيرتيش. هي البنوته الكيوت الجميله اللي هي كانت خارجه شويه تغييرات، بس أكيد. شويه هرمونات اتغيرت عشان تبقي ام. طبعا الام دي حاجه ناس بيدفعوا الوفات عشان تبقى طبعاً. ام، فدي نعمه عند ربنا، فاحنا يعني نحمد ربنا طبعا في الاول وفي الاخر. لكن السمنه دي حاجه مؤقته، هرمونات اتغيرت سهله قوي. عايزه تحدي بس واصرار. عايزه تحدي واصرار مع نفسك مش مع حد ثاني. ما تستنيش تخلي حد يقول لك قومي، لا ابدأي، لا انت خليكي انت. دكتور حيث. العلامات اللي بتبقى في البطن بعد الولاده يعني، او بعد التخن والخساسين، بتبقى علامات زي الخيط كده. ايوه هي بتبقى خطوط كده، دي بتبقى مخليه شكل البطن مش حلو. دي لما اخس هتروح ولا دي ايه حلها؟ بصي هي دي اصلا سي بتيجي في الحالتين، حد زاد جسمه قوي فبتظهر له سيلوليت، حد خس قوي فبتظهر له سيلوليت. هي لازم تظهر، يعني احنا بنقول الحاجه لما بتزيد عن حدها بتبقى بتتقلب لضدها. فهي نفس انت زدتي قوي فبالتالي الخطوط ظهرت، خسيتي لدرجه برضو ايه قوي فبالتالي الخطوط السيلوليت دي ظهرت. سي مش بتبقى في البطن بس، هي سي في الذراع في الظهر، بتيجي في يعني في ناس بيجي لها في جسمها كلها. فانت حلها ايه؟ انت خلاص ضبطتي جسمك، خسيتي، خلاص انا عايزه اشد جسمي، ابدا بقى اشد، مش اخس، انا خلاص كده يعني خلاص كده انا خسيت. ازاي بقى؟ اثبت بقى، هتثبتي خلاص كده مش هتخسي لي تاني، بس هتعملي ايه؟ هتشدي جسمك. ازاي بقى؟ اكل صحي ده على طول بقى خلاص، سواء انت مفيش دايت خلاص بس نحافظ بقى. انت وصلتي اللي انت عايزاه صعب قوي يعني، عشان ما ارجعش تاني. يعني بصي دي بتبقى مشكله جدا، انت ما بتحافظيش. بس لو رد على حته السيلوليت، انت الرياضه حلوه قوي، الزومبا، ارقصي ارقصي مع نفسك عادي، شغالي التسجيل، انت مش مجنونه، لا ارقصي. بتحركي كل عضلات جسمك. اكتر حاجه بتشد الجسم هي الرقص بكل انواعه، رقص شرقي، رقص راب، اي بصي اي شقلبه اي حاجه مع نفسك هتبقي زي الفل، طاقه سلبيه بتاعت اليوم كله. في نفس الوقت هتبقي مبسوطه وانت بتعمليها جدا، ما بتحسي بايه تغيير ورياكشنات حلوه قوي في وشك، وفي نفس الوقت بتشد جسمك كله. نط الحبل برده تحفه، بس نط الحبل مش كل الناس تعمله، عشان في ناس عندها مشاكل في العظم مثلا فما تعرفش تنط. فانا مش لو في حد كده لا ما تعمليش نط الحبل، ارقصي، شغالي التسجيل وعليه على الاخر ورقصي. طيب يا دكتور، الناس اللي عندها امراض مزمنه وبتاخد لها علاج، يعني في ناس عندها القلب او سكر او ضغط،
ازاي يعملوا دايت وفي نفس الوقت يحافظوا على نفسهم، يعني ما يضروش نفسهم. ايوه تمام. ممكن ما يقدروش يلعبوا رياضه، ممكن ما يقدروش يرقصوا، ممكن. ايوه فعلا. دي بقى ممكن تلجا بقى للكورسات. هو اصلا السيلوليت برضو ليه كريمات، الكريمات دي بتتعمل برضو بتبقى يعني عامل مساعد. انا دايما بقول الحاجات الادويه والكريمات عامل مساعد، لكن مش انا مش هاخد كل انا مش ساحر. مش هديك الكورس فجاه كده الاقيكي خسيتي، لا، عامل مساعد. هتظبطي يومك، هتاكلي اكل صحي، هتصحي بدري، يعني هتمشي طبيعي الاكل. مش عايزاكي مش عايزه دايت، انا مش عايزه دايت. تمشي كتير، ممكن تمشي ساعة. المشي حلو جدا، تمام، بس انا مش عايزاكي تقيدي بنظام اكل معين. لا، انت عارفه ايه اللي بيسخن وايه لا. انا ببقى عارف اصلا، يعني عارف ده هيتخني. ايه المشكله؟ ما قلتلكيش ما تاكليش مكرونه مثلا، زي حد بياكل مكرونه بشاميل بيعشق. ايه المشكله بتاكل حته صغيره؟ اصلا انا جسمي بيستفاد بالحته دي. تقللي الكميه. بس نقلل الكميه. دايما نشرب مشروبات اللي هي الحرق، ليمون، قرفه. سي لو بتاخدي الكورس، طبعا الكورس ما ينفعش تاخدي بعديها حاجه حامض خالص. اي حاجه حامض بتفصل اي انواع ادويه، سواء كورس او غير. يعني بس حتى في دكتور ناس بتمشي على كل الكلام ده وبرده مش بتخس، يعني بتقلل اكل وبتلعب رياضه، وممكن الغده بتاعتها ما عندهاش مشاكل فيها. لكن برده جسمها مش بينزل. دي ايه حلها؟ هي بتعمل شيك اب على يعني تحليل كامل. لو مفيش، لو كلها تمام، يعني ممكن بقى الحرق عندها ايه، زي لسه كنت بقول لك في حد شعله حرق، حد انا لا انا بحرق كويس، وحد لا انا حرقي ضعيف. انا هو انا كده من ساعه ما اتولدت انا حرقي ضعيف. وبعدين كل ما بنكبر في السن كل ما حرقنا بيقل. يعني انا سي النهارده غير بكره غير بعد بكره، يعني ما ينفعش اسيب نفسي واقول هخس بعدين. مثلا انت كل ما بتاجلي الموضوع بيبقى اصعب ليكي قوي قوي فوق ما تتخيلي. بيبقى صعب بعد سن كام؟ هو مش بعد سن كام، هو يعني سي النهارده معاكي غير بكره. يعني انت النهارده سي طبيعه الجسم. ايوه بس لكن هو المفروض بعد يعني 35 كده، لا اعرفي ان انت مش هتحرقي زي الاول خالص. فعلا خالص. لو بصي، لو خدتي ادويه وعملتي ايه، يبقى المفروض ان انا اخس، احافظ على جسمي وامشي على نظام غذائي معين امشي عليه عشان ما اجيش ازيد واجي في السن المعين اللي انا ما اقدرش اخس أيوة فيه. ايوه فعلا. وبالنسبه انت تحافظي دي صعبه قوي. في ناس بقى بتخس بجد معجزه، في مناسبات، في حفلات، عارفه انت ايه، فجاه كده تلاقي اصل بصي الزياده للاسف انت بتخسي بالراحه قوي او بصعوبه قوي، لكن بتيجي تزيدي فجاه ممكن في شهر والله يعني انت سايبه بقالك 4 شهور 5 شهور بتخسي، شهر واحد تلاقيكي فجاه رجعتي زي ما كنت. فانت خليكي دايما متابعه مع نفسك، خلي دايما. انا ما بفرقش معايا الميزان قوي، يعني انا عن نفسي مش ما بفرقش معايا الميزان. في ناس بتخس وما تخسش على الميزان. في ناس اصلا على الميزان تحسيها كتير لكن هي شكلها كويس رفيعه، الفوليوم بتاعها يعني حلو. لا فانت يعني ما تفرقش معاكي، بس برده ما نهملش الميزان طبعا. يعني بس يعني في ناس بيبان فعلا وزنها اقل من الميزان. معانا اتصال تليفوني ونرجع نكمل يا دكتور. استاذه كارما اهلا بيكي، اتفضلي. الو الو، معاكي، اتفضلي. ايوه صباح الخير. صباح النور. ازيك يا دكتور امي؟ الحمد لله. ازيك يا كارما؟ منوره يا قلبي. انت اللي منوره يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. عايزه اقول لك انا بشكرك قوي 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 على اللي انت عملتيه معايا. ربنا يخليك. صراحه تغيير يعني ما كنتش متوقعه. خسيتي ولا ايه؟ احكي لنا خسيتي ولا ايه؟ انا خسيت كويس جدا، حاسه لحد دلوقتي 23 كيلو تقريبا. يعني كام؟ حوالي 23 كيلو. ده برافو عليكي. ما بحسك بقى والكورسات بتاعتك ما شاء الله، يعني بطني اختفت وجسمي ظبط كتير قوي عن الاول. لا دي اراده على فكره ومساعده الدكتور. انا تعبت قد ايه اصلا في الدايت عشان انزل وما عرفتش انزل خالص. عملتي ايه طيب؟ مشيتي على نظام غذائي ولا كورسات ولا رياضه؟ لا هي كورسات صراحه، ما كانش في نظام غذائي غير شويه تعليمات كده دكتور اني كانت بتديها لنا نمشي عليها، لكن ما كانش في نظام غذائي بمعنى ان هو برنامج وبمشي عليه ولا حاجه، لا ما كانش في كده. لا بس هي مجتهده بصراحه. يعني برافو عليك. كلمه دكتور اني كله كل حاجه، بس هو معدل كويس طول النهار، بعد كده لما بناكلش حاجه، فده كمان صحي كان بالنسبه لنا اكتر، جسمنا اتغير والروتين بتاع اليوم بتاعنا بقى احسن كتير. بس برافو عليكي، انا بحييكي ان انت مثال. 23 كيلو ده مش قليل. خسيتيهم في مده قد ايه؟ حوالي 3 شهور الا حاجه، يعني ما خلصتش لسه الثالث ده دلوقتي. يعني انت بتقولي لاي حد كده اعمل دايت وخلي عندك اراده. 23 هو انا ما عملتش دايت، ما عرفتش اعمل دايت وما عرفتش يبقى عندي اراده. انا خدت الكبسولات وخسيت، ما عملتش دايت. لا ماشي، ميرسي جدا يا استاذه كارما، ميرسي على اتصالك. معنا استاذه ياسمين. الو الو، ازيك يا استاذه ياسمين؟ اهلا بيكي.
ممكن اكلم دكتور انت؟ اتفضلي دكتور معاكي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبتي. بس انا كنت عايزه استفسر من حضرتك، هل في ادويه لسد الشهيه؟ لاني جربت اعمل دايت كتير بس وزني ما بينزلش. تمام حاضر، هرد عليكي يا حبيبتي. تمام دكتور، هترد عليكي دلوقتي. في اي سؤال تاني؟ لا مش في. طب انت وزنك قد ايه؟ وزني 85. وطولك؟ طولك قد ايه؟ الطول 100 حاجه و50 كده. اه يعني زياده حوالي 25 كيلو. او شغلي كله قاعده في المكتب. اه هي دي المشكله. حركه كتير. ايوه تمام ماشي يا استاذه ياسمين، الدكتور هترد عليكي. شكرا على اتصالك. اتفضلي يا دكتور. هي 85 كيلو؟ اه 25 كيلو. عايز خصيصي. اه 25 كيلو. بتقول هي شغلها قاعده في المكتب على طول. على طول. اه بس هي حته شغلنا قاعده، ممكن سي كل ربع ساعه اقوم اقف واقعد اتمشى في المكان عادي، ممكن تقفي شويه تروحي التواليت وترجعي. اه لا مش لازم، مش بقول لك اجري لي في المكان، لا اقعدي وقومي وقفي وقعدي. هتحركي ايه جسمك، بالتالي مش هياخد وضع الانتخه قوي يعني. بس يا دكتور ممكن يكون في مسافه بين بيتها وللشغل، ممكن تمشي نص ساعه الصبح. بصي هو المشي انا مش بفرض قوي عليكي عشان في ناس مش متاح ليها تمشي كتير. لكن لو اي حد عنده متاح ليه اللي هو يمشي، لا امشي، دي حاجه حلوه قوي ان انت تمشي. طبعا. اصلا حتى لو رفيع، اي كان، حتى لو اطفال المشي حلو ليهم. كلنا يعني احنا كلنا محتاجين المشي كويس قوي، بيحرك كل حاجه في جسمنا، بيغذينا، عارفه انت بيعمل كل حاجه تتخيليها. فامشي في اي وقت جات لك فرصه امشي، ايه المشكله لما امشي، مش هتتعبي ولا حاجه. في طب يا دكتور ادويه، هي بتسال عن ادويه لسد الشهيه. اه المفروض الكورسات اللي احنا هننزلوها في الفيديو اكيد. كورسات اه حلوه قوي لسد الشهيه عندنا، بس طبعا هي بتبقى على حسب برضو اماكن الدهون قوي يعني. انا بركز معاها سي مثلا في بالظبط بطنك، دراعك، رجل، بركز اكتر في موضوع الدهون اكتر من سد كده كده هو اوريدي سد الشهيه. عايزه اقول لك اللي انت اصلا انت كلمتيني سي مثلا انا عايزه كورس عشان اخس ويسد الشهيه معايا، تمام. انا عايزه اقول لك اللي هو بيبقى عامل نفسي ليكي اكتر اللي هو ايه، مقتنعه ان حاجه عارفه انت. انا هكلم دكتور ايه؟ لا انا هخس والله بجد. تحس تقولي ايه؟ لا انا على فكره انا سدد معايا الدنيا قوي. انا مش عارفه اكل بس صدقي. اه طبعا هو فيه، انا مش هقول لك لا تمام، بس هو من جواكي عندك ايه عارفه انت، اديتي نفسك ايحاء ان انا ايه، انا هيسد شهيتي. هو انا عقلي زي ما بسستمه. اه بس كده انا بقول له ان انا باخد دواء عشان يسد شهيتي، فانا مقتنع ان انا فلا حتى والله انت عارفه حتى لو مش بيعمل مثلا سي، لا هيعمل هيعمل هيشتغل. نكمل بعد الاتصال عشان معانا اتصال. استاذه ريهام اهلا بيكي. انا مساء الخير. مساء النور، ازيك يا استاذه ريهام؟ ازي حضرتك؟ تمام. انا طبعا مبسوطه جدا بالحلقه. تمام. ميرسي. ويعني في حاجه بالنسبه لنا ان ممكن في حاجات كتير يعني. ميرسي جدا على رايك. اه تمام. انا بس كان عندي استفسار صغير بس. اتفضلي. اتفضلي. تمام. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيكي حبيبتي، نورتي. ازاي حضرتك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. تمام دكتور، بس انت طبعا عارفه المشكله عندنا طبعا زي اي ست مصريه، طبعا كل مشكلتها بعد الجواز بيحصل عندها تغيرات فظيعه في مناطق معينه. تمام تمام. وموضوع كمان النفسيه كمان بعد الجواز مخلينا ان احنا نبتدي ان احنا ناكل بصراحه يعني. انا بالنسبه لي ساعات باكل بصراحه بكتير. لا تمام. فمش بعرف اوقف ده. تمام. اي وزنك قد ايه وطولك؟ حل الموضوع ده. وزنك وطولك قد ايه؟ انا حضرتك انا طولي 160. تمام. ووزني حاليا بعد الجواز، انا كان المفروض ان انا متزوجه عندي 64 وزني. تمام. بس حاليا وصلت لحاجه 70 طبعا، ممكن يكون اواخر السبعينات كمان. تمام ماشي يا استاذه ريهام، الدكتوره هترد عليكي. ميرسي على اتصالك. تمام شكرا لحضرتك جدا. شكرا. انا هنتظر الرد. ماشي حبيبتي. هي زادت بعد الجواز حوالي 10 كيلو. بس هي بتتكلم برضو في حتة النفسية بعد الجواز. عشان كده بقول لازم تبقى انت عامل اساسي معاها في كل حاجة. انت السبب اللي هي بقت كده. يعني خلينا صراحة قوي، انت السبب. سي انت عايزة تبقى ام، ما تقول ما تطلبش منها في يعني. في بعض الزوج يقولها في ناس بتحمل وما بيحصلهاش اللي انت حصلك. طب اوكي، دي ناس هرمونات، وهرمونات هي يعني هي ما هي زادت بعد الجواز من غير حمل يعني. هي بتقول ان هي بتاكل كتير جدا. ما هي بصي هي مثلا اكيد اه فاهمه، هو عامل نفسي يعني ممكن اكيد هي مثلا نفسها اكيد ربنا يكرمها. فا الموضوع ايه بيبقى برضو عامل. بصي هتدوري على السمنه في اي حاجه هتلاقي النفسي موجود. في ناس لما بتتضايق بتاكل. انا كده.
انا ما اتضايق. في ناس لما بتفرح بتاكل وفي ناس لما بتتضايق وتفرح بتاكل، يعني في الحالتين اكل. انا اتضايق يجيلي ضغوط واكل على طول. فلا بصي، هي فكره، هي تدوري على اي حاجه في السمنه، العامل النفسي موجود اساسي. فانا لسه انا بقول انت حب نفسك، يعني انا حباني فهتغير عشان نفسي وهكمل. ما خليش حد يقول لك لا، مش يعني سي مثلا انت تبقي مظبوطه قوي في الدايت وتمام، يجي حد بقى سخيف شويه، ايه ده انت ما مش باين عليك انت خسيتي. بس يا دكتور يعني هو قرار، يعني انا لو واخده قرار ان انا هخس فده قرار من جوايا، مش المفروض ان يكون في عوامل خارجيه بتاثر فيا؟ طب ما سواء فيش البيت او سواء اكله كويسه او طيب. عزومه، انا لو واخد قرار ممكن اعمل يوم فري، بس في ايام لازم امشي على النظام. مفيش يوم فري، هو في حاجه اسمها وجبه فري. عشان وجبة؟ يوم فري دي بقى بتبوظ الدنيا يا جماعه. مفيش حاجه اسمها يوم فري. ايه بقى الفري؟ ايه اللي انت بتبوظيه؟ انت بتبوظي اللي انت عملتيه طول الاسبوع. طب يا دكتور بعد ما زادت بعد الجواز تمشي على ايه بقى عشان ترجع؟ انا بقول لك انا مش عايزه دايت منك، انا مش عايزه ايدك في اكل معين. تقلل الاكل. اه انا انت سي انت بتاكلي كل الاكل، مثلا سي بتاخدي الكورس، مفيش حد اخد الكورس ما بياكل، يعني هي لسه كارما كانت بتقول بتاكل كل الاكل بس ايه بنسبه معينه. كلي اي حبيبتي، انا مش بقول لك ما تاكليش، لا كلي، عايزه حلويات كلي حلويات، حاجات بسيطه. احنا نقدر نوصل ان احنا النهارده بنقول انت ما تعمليش دايت. لا ما تعمليش دايت، بس ممكن امشي 10 حاجات او تمشي عليها. اتفضلي يا دكتور. او ال10 حاجات دي اعمليها طول حياتك هتبقي زي الفل. اولا صحيان بدري، تمام. ثانيا اكل صحي، نظبط المواعيد، كميات قليله، الكالوري اللي بين الوجبات نظبطه قوي. يعني بلاش بين الوجبات يا دكتور، اصل بين الوجبات دي ممكن تبقى رغيف. ف لا انا بقول جداً. انا بقول السناكس بتاعك بين الوجبات اللي هو ايه. لا ما في ناس مثلا ايه مثلا بتقعد فتره قبل ما تيجي مثلا تاكل الوجبه الثانيه، فعشان كده بقول المواعيد. سي مثلا اخرك في الفطار 10، الغداء اخرك 5، العشاء اخرك 8 9، تمام. بين الوجبات دي 4 ساعات قبل ما انام بس. ده اقل وقت. سي مثلا انت بالليل جوعتي قوي، انت حد بيسهر مثلا فجوعتي، هتعملي ايه؟ هتفضلي تاكلي لي؟ لا. سي مثلا تاكلي فشار، كلي فشار براحتك، عيشي في الفشار بس كميات. لا الفشار كليه براحتك. لا خالص. سي لو عملتيه بزيت زيتون، تمام. او لو انت عندك اللي هو التيفال، الحاجات اللي هي مش بيلزق فيها الاكل، اعمليه من غير زيت خالص. يعني حاول اعمل اكل صحي واقلل كميات واكل كل اللي نفسي. بصي الفشار حلو قوي، بيسد النفس اصلا. والترمس حلوه قوي قوي قوي، كلي برده منه براحتك. بس مثلا انا اجي ادوق لك ايه ده دلع. فانا عايزاه دلع، عايزه اي حد يدوقه لا يقول لك ده دلع، ده انت كلي منه كده براحتك. لكن لو اكلت منه وقلت لك ده كويس، لا يبقى كده هيزود لك في الوزن. وحمص الشام اللي هو بتعمل في البيت، حلو قوي ده برده جدا، بكليات بتنفش في المعده، فبالتالي ايه بتظبط معاكي الشهيه قوي. ماشي دكتور. معانا استاذه ايه. استاذة ايه اهلا بيكي، اتفضلي. استاذة ايه؟ الو الو، مع حضرتك، اتفضلي. ازيك يا دكتورة؟ الحمد لله تمام. عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. حضرتك انا وزني 80 كيلو، تمام، وطولي 165. 165، تمام. في مشاكل صحية او حاجة؟ انا عايزة اخس، ويعتبر عندي انا ربة منزل، وعندي يعتبر وجبة العشاء دي أساسية. هي السبب. بتاكلي وتنامي طبعا؟ طبعا. فعندي كرش ومش عاجبني شكلي. طب انت عندك مشكلة صحية او حاجة؟ حالة صحية تمام؟ لا تمام الحمد لله، بس انا عايزة اخس، مش عاجبني شكلي. بطلي العشاء. بطلي اكل بالليل، او خدي كرسي يقفل معاكي بقى. يقفل معاكي الدنيا. ايوه. بتستني جوزك لما بيرجع من الشغل او حاجه؟ هي دي المشكله. تمام. يعني انت بتتغدي؟ اصل هي شكلها بتاكل كتير. هي بتاكل طول النهار عادي، بس في وجبه اساسيه لما جوزها بيرجع من الشغل بتاكل معاه. بصي تمام، هي بتقول لك الوجبه الاساسيه بالليل، بس هي بتعمل غدا، ما تقوليش هي مش هتاكل من الاكل لحد ما هو يجي بالليل، لا هتاكل. وانت واقفه في المطبخ بتاكلي. فهو ده، انت اصلا كده خدتي الوجبه بتاعتك. يعني انت اصلا خدتيها وهتاخديها لي تاني وهتنامي. الله جميل، تحفه. لو انت اصلا انت كلتي انتختي دهون، يعني دهون رقمت. ما في بس يا دكتور سؤال، في حاجات زي الابر الصينيه، تمام، وفي جلسات بتبقى
لشفط الدهون او نحت الجسم او كده حضرتك بتنصحي بيها ولا الابر دي مضره؟ لا بصي، هو بالنسبه للابر في نوع الماني كويس، لكن الابر الصينيه دي انت بتقولي الصينيه، عارفه يعني اصلا المسمى بتاعها باين تمام. لكن في حقن يعني حقن الماني ده كويس قوي تمام. ده بيشد ترهلات، بيظبط معاكي قوي الدنيا بتاعت السلوليت والكلام دوت. في الكريم بتاع السلوليت، في سيبه، اما انت بتخصي سيب الكورس او ايا كان الطريقه، بتعرفي بصي بتعرفي تشدي جسمك قوي بكذا طريقه. حضرتك بترجحي الحاجات الطبيعيه اكتر، يعني نبعد عن الجلسات والابر. اصل في نوعين من الابر، في ابر اللي هي بتسد الشهيه اللي بتبقى ورا الودان، احنا اكيد كلنا بنسمع عنها. لا دي دي لا مش في الموضعيه في المكان عشان يعني تنشط الغده ان هي تخس. تمام. دي مضره؟ بصي هي بالنسبه للصينيه اللي هي ورا الودان دي وحشه جدا. دي بعد الشر يعني، احنا سي دي مفعولها بعد الشر بيؤدي للوفاه مثلا. وحشه قوي للدرجه دي؟ هي اصلا بتبقى مش عارفه مجهوله الهواء زي ما احنا بنقول. حاجه مش عارفين هي ايه، سهل قوي اي حد يلعب في التركيب بتاعها، فبلاش منها. بالنسبه للحقن الموضعي لا كويس. انا يعني انا عن نفسي سي انت خسستي كلك، بطنك مش عايز تخس، دراعك، في ناس لا طب هتعملي له ايه؟ لا تمام، هتاخدي بقى الحقن المجهري دوت في المكان. هو يقعد فتره شويتين ثلاثه، هو مكلف شويه برده بصراحه. بس ايه مكلف يعني ايه؟ وفي نتيجه، في حاجات تانية بتبقى مكلفه على الفاضي، لكن هو من اول جلسه لا بتحسي بالفرق. مش كلنا بنقدر نعمل الحاجات المكلفه دي. لا طبعا، في بقى حاجات الوصفات اللي احنا بننزلها. طب في سي مثلا اللف التنحيفي، بس برضه لازم كريم، الكريم بقى اللي هو بتاع سوليت سي مثلا، بتعمليه على المكان اللي انت عايزاه. مثلا سي بطنك، هتحطي الكريم، هتلفي بقى عارفه الاسترتش اللي هو بتاع الاكل، اللي عارفه انت ايه، غلفيني نفسك. غلفيني نفسك خالص، اللي هو لا تمام بطني بظهري كل غلفي نفسك زي ما احنا بنقول. وبعد كده تلبسي بقى حاجه عارفه انت ايه، تقيله بقى عشان المكان ده يعرق ويطلع الدهون. الكريم فيه اصلا حاجات اللي هي تخليكي ايه، تطلع حراره وتشبط يعني وتسد معاكي الدنيا قوي المسامير بتاعتك، فبالتالي هتقعدي عرق عرق عرق. لا هتحسي مره على مره، يعني سي اعمليها 3 مرات في اليوم. في الاسبوع. في الاسبوع. هيفرق معاكي قوي في شكل بطنك ومحيط بطنك. بس الموضوع سهل. مش ميرسي جدا يا دكتور، بنشكرك جدا. واكيد الموضوع مش هيخلص، لان احنا محتاجين في حلقات تانية كتير. احنا اتكلمنا النهارده عن البطن، بس احنا عندنا اجزاء كتير جدا في جسمنا محتاجين ان احنا نخسسها يعني. ايوه طبعا. بشكركم اعزائي المشاهدين، وبنتمنى نكون ضيوف خفاف عليكم ونكون افدناكم كتير. يلا نبدا كلنا دايت، وكلنا نكون اكلنا صحي، صحتنا تكون كويسه وجسمنا كمان يكون كويس. بشكركم جدا، وكنت مبسوطه ان انا معاكم النهارده كريستينا ناجي. وهسيبكم مع فيديو تعريفي صغير تبع الدكتور، هتعرفكم فيه حاجات كتير. شكرا.